وللمزيد حول المؤتمر العلمي الثالث لهيئة علماء المسلمين ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان إحسان يوسف مراسل قناة الرافدين. إحسان، مرحبا بكم. ما المتبقي من جلسات اليوم الأول للمؤتمر وما هي البنود التي سيناقشها الحاضرون؟ نعم محمد، هذا المؤتمر بدأت جلساته تضمنت الجلسة الأولى الإطار المفاهيمي والتفسير وعلوم القرآن، ومن أبحاث هذه الجلسة كان بحث للدكتور مثنى عبد الله بعنوان العصر الحديث ومتعلقاته العلمية والفكرية. أيضا بحث لكلية العلوم الإسلامية في جامعة صلاح الدين في أربيل للباحث أوميد عبد القادر الرسول، كان بعنوان الشيخ محمد الجلي الكردي ومنهجه في التفسير. هناك أيضا بحث بعنوان الملا عثمان الموصلي قارئا وأديبا وكاتبا للدكتور محمد عبد الكريم ياسين من كلية الإلهيات في جامعة أردهان في تركيا، وبحث أيضا الدكتور فريد النقيب عضو مجلس شورى الهيئة بعنوان جهود العراقيين في خدمة التراث الإسلامي في حقي التفسير وعلوم القرآن في القرن الرابع عشر الهجري. هذا طبعا كان في الجلسة الأولى. أيضا الجلسة الثانية بدأت قبل قليل وهي بعنوان الحديث النبوي وعلوم السنة والفقه وأصوله. من أبحاث هذه الجلسة جهود العلامة محمود شكري الآلوسي في علوم الحديث خلال كتابه عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر للباحث الدكتور عبد السلام الهادي الأزهري من الجامعة الإسلامية الإسلامية في ليبيا. أيضا هناك بحث للدكتور حسن يشو من كلية الشريعة في جامعة قطر بعنوان الشيخ الملك السعدي مسيرة حياة إلى وبحث أيضا من عمان إحسان يوسف مراسل قناة الرافدين، شكرا جزيلا لكم إحسان.